في خدمة الإسلام. تعلم بأن يا أخي لبعضنا فلننسى ما قد مر من أعوام في الملتقى. ولرب نازلة يضيق لها الفتى فرعا وعند الله منها المخرج. فقد فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تخرج. في الملتقى في الملتقى. السلام عليكم. رحلة الإسراء والمعراج رحلة عجيبة حدثت فيها مشاهد كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم. كانت رحلة أفقية على الأرض ورحلة عمودية بالعروج نحو السماء. مشاهد الإسراء والمعراج مكتنفة هذه الرحلة العجيبة والغريبة والرائعة والراقية، مشاهد فيها الكثير من العبر والعظات والدروس. ما بعد الإسراء والمعراج في صبيحة اليوم الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن رحلته العجيبة هذه، أيضا كانت هناك مواقف للصحابة، مواقف للمشركين من هذه الرحلة. سنتعرف على الدروس والعبر والعظات المتعلقة برحلة الإسراء والمعراج في الحوار الآتي. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. من أجمل المواضيع التي نتكلم فيها دائما والتي تثير فينا الشوق لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي معجزة الإسراء والمعراج. لماذا حدثت هذه المعجزة؟ بكل بساطة علمتنا هذه المعجزة من خلال التوقيت، بعد كل محنة يمر بها المسلم منحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم مر بمحن وليس محنة. المحنة الأولى هي محنة الطائف، عندما جهر دعوة وذهب إلى الطائف يدعوهم وحصل له ما حصل، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول أهل العلم بمنتهى العبودية لله تبارك وتعالى يشكو إليه: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي. الأمر الآخر عام الحزن الذي فقد فيه اثنين من أهم الشخصيات التي وقفت مناصرة لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي سيدتنا خديجة رضي الله عنها وأبو طالب. ثم بعد ذلك لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فقد المناصر والمعين، حدث له حادث ثالث وهو الخروج مع قومه إلى شعب أبي طالب، فلاقوا العناء والتعب. بعد هذا العناء والتعب أكرمه الله بمعجزة الإسراء والمعراج. صدقتم سيدي، يعني إذا بعد إظهار الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، وبعد أن كان رحيما بالناس صلى الله عليه وسلم لما جاءه الملك يعرض عليه أنه لو مأمور من قبل الله سبحانه وتعالى أنه لو أراد أن يطبق عليهم الأخشبين لفعل، قال: بل أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. هذه الرحمة التي ملأت قلبه صلى الله عليه وسلم، الذي هو إنما أنا رحمة مهداة، كانت هذه المعجزة العظيمة الإسراء. والإسراء كان ليلا مثلما تفضلتم في قال الله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. أعظم
أعظم وآية تعليل لهذه الرحلة العظيمة قوله تبارك وتعالى لنريه من آياتنا، أجل وأعظم تعليل الله سبحانه. هذه سنة الله مع الأنبياء، قال وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، قال الله لموسى لنريك من آياتنا الكبرى، وقال لحبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم لنريه من آياتنا. بعد أن يرى، ليس الخبر كالمعاينة، بدأت هذه الرحلة الكريمة، رحلة الإسراء هي رحلة أرضية، المعراج رحلة سماوية، أما الرحلة الأرضية بدأت من مكة، من المسجد الحرام من مكة إلى المسجد الأقصى ببيت المقدس. قال أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه. وصلى الحبيب صلى الله عليه وسلم، الأحداث الذي مر بها صلى الله عليه وسلم، صلى في عدة أماكن، منها أنه صلى وصلى يقول بلغنا أرضا ذات نخل يثرب، وقال سيدنا جبريل انزل فصلي، فصلى ركعتي صلى الله عليه وسلم، ثم قال أتدري أين صليت؟ قال الله أعلم، قال هذه طيبة، هذه الأرض طيبة. ثم بلغنا أرضا، قال انزل فصلي، فصلى ركعتين، ثم قال أتدري أين صليت؟ قال أين؟ قال الله أعلم، قال صليت في مدين عند شجرة موسى، لما قال فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. طبعا هذه الأماكن التي صلى فيها الحبيب صلى الله عليه وسلم في يثرب أنه مقر الدولة الإسلامية، ومدين حيث تلقى سيدنا موسى البشارة بالأمان، ثم صلى في موضع فركع نزل قال انزل فصلي، فصلى ركعتين، قال أتدري أين صليت؟ قال الله أعلم، قال بيت لحم حيث ولد عيسى عليه الصلاة والسلام. وكذلك ها هنا بشارة بأنه خلق كيف على قدرة الله سبحانه وتعالى خلق عيسى من غير أب، وكلام سيدنا المسيح عليه السلام في المهدي. ثم يقول مررت بقبر أخي موسى، مر بقبر موسى وهو قائم يصلي في قبره. ثم يقول وصلنا المدينة فربط الدابة في حجر سيدنا جبريل، ثم صلى الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، تقدم الأنبياء فصلى بهم إماما صلوات ربي وسلامه عليه، ثم خرج فجاءه جبريل بقدحين فيهما فيه خمر ولبن، ويستدل أنه الخمر ما كان محرما لكن كان مذموما في الجاهلية والإسلام، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم اللبن، قال اخترت الفطرة. ثم بدأت رحلة المعراج إلى السماوات. هنا في هذه المرحلة نسأل سؤالا، لماذا كان الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى؟ ولماذا كان عروج النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى إلى السماوات السبع إلى أن وصل إلى سدرة المنتهى عندها جنة المأوى؟ هنا درس، إذا أرادت الأمة الإسلامية أن تنتشل واقعها المرير المؤلم أن تنطلق من المسجد، من المحراب ننطلق وللخيرات نستبق، أسودا حين ننبثق لندحر كل شيطان. وإذا أراد المسلم أن ينطلق إلى الحياة فلينطلق من أبرك بقعة، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب البقاع إلى الله مساجدها وأبغض البقاع إلى الله أسواقها. فكانت الحكمة الجليلة أن ينطلق من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وهنا دروس، لماذا إلى المسجد الأقصى إلى بيت المقدس وعرج منه إلى السماوات السبع؟ هناك حكم جليلة. أولاً إثارة التعجب عند المشركين، أثار التعجب حتى يصف لهم النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس عندما يسألوه، فكان ذلك منتهى المعجزة في إسرائه ومعراجه إلى بيت المقدس. ثانياً من الحكم الجليلة أن النبي عليه الصلاة والسلام كأن الله يقول له إن كذبك المشركون يا حبيبي يا محمد وقلوك وبغضوك وشدوا معك العداوة والبغضاء
فأنت تفضل إلى بيت المقدس وسأكرمك وستصلي بالأنبياء إماما، وهؤلاء الأنبياء قد آمنوا بك وهم المصطفون الأخيار. ثالثا، إن هذا الانطلاق العظيم من بيت المقدس إلى السماوات السبع المعراج، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة علات، آباؤهم شتى أمهاتهم شتى ودينهم واحد، يدل على وحدة الأديان. رابعا وأخيرا، أن الانطلاق من بيت المقدس أن المسلمين في كل بقاع الأرض هم أحق الناس في الصلاة في بيت المقدس، وأن هذه قضية في عنق كل مسلم ومسلم ومسلمة، أن المسجد الأقصى لا ينسى وإن توالت النكبات على دول العالم الإسلامي. حيث التوجه إلى بيت المقدس أن يتوجه المسلم إلى القدس، إلى الطهارة، في مقصوده أن يكون مقدساً الذي يتوجه إليه. أقول بأنه بين الإسراء والمعراج أو خلال هذه الرحلة، في الرحلة السماوية لو أتيت بكاميرتك وانطلقت معي لتتبع رحلة النبي صلى الله عليه وسلم من سماء إلى سماء، وماذا ستجد؟ ستجد العجاب في هذه الرحلة التي ما كانت إلا لتكريم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكريما لأمته عليه الصلاة والسلام. على سبيل المثال، يأتي إلى السماء الأولى، يستأذن الملائكة، تفتح له الملائكة: أنا محمد، أو أنا جبريل ومعي محمد صلى الله عليه وسلم. فيرحبون به، بمن يلتقي؟ يلتقي بآدم عليه السلام، فيسلم عليه فيقول: مرحبا بالابن الصالح والعبد الصالح أو النبي الصالح. لماذا؟ لأن آدم عليه السلام هو أبو البشر. من الجميل أنه إذا خرجت في رحلة معينة أن تستأذن أباك في هذه الرحلة، تسلم عليه، ثم بعد ذلك تخرج. فهذه السماء الأولى. في السماء الثانية يتكرر المشهد، وأنت ترصد معي بكاميرتك هذه اللقية، ماذا وجد؟ وجد النبي صلى الله عليه وسلم عيسى عليه السلام ويحيى عليه السلام ولدي الخالة. لماذا في السماء الثانية؟ هما كان أقرب نبيين إلى زمن البعثة. أنا أولاكم بعيسى عليه السلام، أقرب الناس إليه، لا يوجد هناك نبي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عيسى عليه السلام. فكأنما رحلة إلى المقرب منه زمانيا، ثم بعد ذلك يتجاوز وينطلق إلى السماء الثالثة. بمن يلتقي؟ يلتقي بسيدنا يوسف عليه السلام. ما المغزى في قضية لقاء يوسف عليه السلام في السماء الثالثة؟ أولا، إن كان الجمال ليوسف أو نصف الجمال ليوسف، فإن كل الجمال لك يا رسول الله، فالتقى الجمال هنالك لقاء عظيم جدا. الثانية، بدأوا باغتياله ورميه لسيدنا يوسف عليه السلام، إخوته تآمروا به فقذفوه في البئر. ماذا كانت النتيجة؟ النتيجة أنه كان عزيزا على مصر. كذلك أنت يا رسول الله، صلى الله على رسول الله، الذين غدروا بك وأرادوا أن يقتلوك ويعذبوك ويفعلوا الأفاعيل بك، نتيجتهم ماذا؟ خيب الله سعيهم ونجاك الله سبحانه وتعالى. فكما مرر يوسف عليه السلام بهذه المراحل، ستمر أنت، ويكون التوفيق بالنهاية لك والفوز في الدنيا والآخرة. أما الرابعة فإنها المكان العلي، مكان عالي، اجتاز نصف السماوات. من اللقاء مع من؟ اللقاء كان مع إدريس عليه السلام. يقول الله سبحانه وتعالى عن إدريس عليه السلام: ورفعناه مكانا عليا. أما بالنسبة إليك يا رسول الله، فإنك ستجتاز هذه السماء إلى سماء أخرى، مكانك إن آذوك الناس وأنت في هذه الأرض، فإن كرامتك في السماء غير منكورة. ثم يتجاوز بعد ذلك إلى السماء الخامسة. ترى من في السماء الخامسة؟ إنه هارون. لماذا هارون في السماء الخامسة؟ هارون يسمى عليه السلام المحبب إلى قومه. الآن أنت يقولون عنك مذمم، أنت مكروه، أنت مطارد، محارب، مطلوب الرأس، لكن سيأتي هؤلاء الذين أرادوا أن يؤذوك، فتكون أحب إليهم من أنفسهم ومن أبنائهم ومن آبائهم وأمهاتهم، يفدونك بأنفسهم.
فتكون محببا إلى قومك أكثر من تحبيب هارون عليه السلام إلى بني إسرائيل. ثم الرحلة مع موسى عليه السلام كانت الأمة الإسرائيلية وأمة سيدنا موسى عليه السلام قريبة من الأمة المحمدية في ناحية الصعوبة والابتلاءات وغير ذلك. ستجتاز هذه الرحلة يا محمد عليه الصلاة والسلام، وكما لاقى موسى عليه السلام ثم بعد ذلك نصره الله على أعدائه، ستنتصر على أعدائك. الرحلة أو المحطة الأخيرة في لقائه للأنبياء كانت مع سيدنا إبراهيم، وهو ابن إبراهيم، هو مواصلة ملة إبراهيم حنيفا. كل الأمم تفتخر بالانتساب إلى إبراهيم عليه السلام، أنت يا محمد أولى الناس بإبراهيم الذي أسند ظهره إلى ظهر الكعبة، قال أقرأ أمتك السلام وقل لهم إن الجنة قيعان وإن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نعم، عندما وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى السماء السابعة وقف جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال هذا يعني الحد المسموح للتدرج في هذه السماوات، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام تقدم إلى ربه جل جلاله. هذه منزلة لم تكن إلا للنبي عليه الصلاة والسلام، حتى جبريل الملك المقرب وجاء بالنبي عليه الصلاة والسلام هو من يرشده أو يدله على الطريق، يقف إلى حد، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يتقدم إلى سدرة المنتهى عند الله سبحانه وتعالى. وعندما سئل عن رؤية الله تعالى قال رأيت نورا لا يوصف. في هذه اللحظات وفي هذا اللقاء جاء أمر الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام ولأمته بفريضة عظيمة عظيم من أركان الإسلام الخمس التي فرضها الله تعالى على هذه الأمة وعلى المسلمين جميعا، وهي الصلاة. فالله سبحانه وتعالى أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة، ومعروف بأن فرضت الصلاة 50، ولكن كان النبي عليه الصلاة والسلام يتردد بين موسى عليه السلام وبين ربه، فموسى يقول له اسأل الله تعالى التخفيف، لأنه صاحب خبرة في الدعوة وله السبق في الرسالة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يتردد حتى أصبحت الصلاة 5 صلوات في اليوم والليلة، ولكن ثبت الأجر بأنها 50 صلاة للمسلم يصليها في يومه وليلته. هذه الفريضة الوحيدة التي فرضها الله سبحانه وتعالى في السماء العلى. كل الفرائض من حج وصيام وزكاة فرضت في، وكان النبي عليه الصلاة والسلام في الأرض، ولكن هذه الفريضة العظيمة وهذه المنحة الكبيرة للنبي عليه الصلاة والسلام ولأمته فرضت في السماء، فكانت هذه من بشارات ومكارم هذه الرحلة المباركة، رحلة الإسراء والمعراج. هذه الرحلة رحلة عجيبة، رحلة الإسراء والمعراج، فيها كل المشاهد التي تعلمك كيف تتعامل مع الخلق، وفيها كل المشاهد تقريبا التي تعلمك كيف تتعامل مع الخالق. حركة أفقية وحركة عمودية، الأفقية على الأرض والعمودية مع السماء وما ينزل من السماء. لو ذهبت تتكلم عن الجوانب الاجتماعية في الإسراء والمعراج لوجدت هناك جوانب اجتماعية عديدة من خلال المشاهد التي رواها النبي صلى الله عليه وسلم. لو ذهبت إلى الموضوع الذي يتعلق بالرسالة والفكر والدين
العقيدة والمعاناة مع الناس في سبيل العقيدة لوجدتها أيضا موجودة في هذه الرحلة العجيبة، ولو وجدت مشاهد كثيرة في هذه الرحلة سلبا وإيجابا. لو ذهبت إلى العلاقات ما بين الأنبياء ووحدة الدين والتاريخ والمستقبل والحاضر لوجدته أيضا موجودا في رحلة الإسراء والمعراج. هي رحلة كانت في ليلة واحدة ولكن جمعت كل جوانب الحياة وكل جوانب التاريخ وكل جوانب الحاضر وكل جوانب المستقبل، فيها الكثير الكثير من العبر والعظات. ربما الخطيب يستطيع أن يعمل منها سلسلة من 10 أو ربما 20 خطبة كلها مستقات ومستوحات من الإسراء والمعراج. فعلا هي كانت رحلة عجيبة، والأعجب منها المواقف التي حصلت في صبيحة الإسراء والمعراج من قبل الصحابة الكرام أو من قبل مشركي قريش. وسيدنا الصديق كان له موقف عجيب وعظيم يليق بمكانته رضي الله عنه. ويكفي الصديق رضي الله عنه أن الله عز وجل في بداية الجزء 24 سماه صديقا، وسمى النبي عليه الصلاة والسلام الصدق، مصدر يعني أقوى من اسم الفاعل صادق. قال تعالى في بداية الجزء 24 في سورة الزمر: والذي جاء بالصدق، يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني خبر الإسراء والمعراج، وصدق به، كل المفسرين يقولون أبو بكر، أولئك هم المتقون. فيا لها من مزية للنبي عليه الصلاة والسلام ولصاحبه أبي بكر الصديق. بعد تصديق سيدنا أبو بكر، ربما يسأل سائل يقول: لماذا حدثت المعجزة ليلا؟ أسرى بعبده ليلا. طبعا هنا في الآية الكريمة جاء لفظ الليل نكرة، يعني لم يقل ربنا عز وجل أسرى بعبده في الليل، وإنما قال ليلا ليدل على أن المعجزة العظيمة هذه حصلت ليس في الليل وإنما في جزء من الليل. نعم، هذه نقطة أولى. النقطة الثانية: لماذا في الليل؟ لماذا لم تحصل المعجزة ويأمر الله بها في النهار وترى عيون قريش والناس كلهم المعجزة؟ كيف يسر الله عز وجل برسوله صلى الله عليه وسلم ثم يعرج به فيرى الناس؟ قالوا إخواني السر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم محتاج بعد دعوته إلى الإيمان به غيبا، إلى الإيمان به غيبا. لماذا؟ لأن الكثير من قوانين الدعوة الإسلامية، دين الإسلام الذي سيأتي به، سيقوم على الإيمان بالغيب. أول وصف للمؤمنين الذين بالغيب. إذن الإيمان بالغيب صار جزءا من معجزة الإسراء والمعراج. فلما أصبحوا قص لهم القصة، فهنا عرفوا من هم المؤمنين بالغيب ومن هم الذين لم يؤمنوا بالغيب، وكان من أول المؤمنين بهذا الغيب سيدنا أبي بكر رضي الله عنه. يعني ختاما، جزاك الله خير، ختاما، أن الإسراء والمعراج ينبغي العودة لها وتكرار النظر في كل تفاصيلها من أجل أن ينتفع بها المسلم أيا كان موقعه وعمره ووظيفته، وبالتالي يزداد إيمانه ويكون جنديا في هذه الدعوة. نجلس الآن تحت الشجرة الجميلة اللي عمرها 350 سنة في قرية بارلة في سبارتا. هذه الشجرة التي أتى وجلس عندها وأقام الإمام بديع الزمان النورسي رحمه الله تعالى. في الأول من مارس من عام 1928 جاء الإمام النورسي إلى هذه القرية بعد أن نفي إليها من الكفار والمنافقين عندما استولوا على هذا البلد. جاء رحمه الله تعالى
وكانت هذه الأرض مقفرة لا شيء فيها، فرأى هذه الشجرة، جلس عندها واتخذ مكانا تحتها وفوقها، تحتها يجلس وبقربه الماء، وفوقها وضع له مكانا يجلس فيه يتذكر ويتفكر. وكان صباحا، طبعا لم تكن هناك بيوتات إلا القليل، صباحا كان يخرج، يقولون أنه كان يردد قوله تعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. ثم لما يكثر من ترديد هذه الآية: الأرض كأنها ميتة، لا حياة فيها، لا روح، حتى أنه عندما كان يكثر ويردد ويتفكر كان يعلو صوته ويرتفع بهذه الآية ويكررها ما يزيد على 100 مرة، فيقول: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. طلب الإمداد من الله أن يحيي الأرض، فاستجاب الله فأحيا هذه الأرض. بماذا أحياها؟ بالإيمان. فألف ما يزيد على 50% من رسائله التي تدرس الآن لإحياء الإيمان، ألفها في هذه القرية، في هذا المكان تحت الشجرة، فوق هذه الشجرة، وهو يتفكر في مخلوقات الله، يطلب الإمداد في هذه الآية. مرة رأوه هذا الإمام الذي كان عندما أتى إلى اسطنبول ووصل إليها، 100 من الجرائد، الآلاف من الناس كانوا يتجمعون حوله، في ليلة وضحاها وإذا به يرى نفسه وحيدا فريدا. عندما جاء إلى هذه القرية، من الأسرار التي واجهها أن أهل القرية بسبب الإعلام الذي اشتد طعنا وتشويها بالإمام من غير وجه حق وإنما بالباطل، عندما وصل إلى هذه القرية رأى الناس كلهم يبتعدون عنه ولا يحبون اللقاء به ولا يحبون الجلوس معه ويخافون منه، متوجسين وجلين. ثم لما رأى الحال هكذا، ويذكرنا هذا الموقف بموقف نبينا صلى الله عليه وسلم عندما أخرجوه أهل الطائف وطردوه عليه الصلاة والسلام، ويأتي إليه ذلك الرجل فيعطيه صلى الله عليه وسلم عنبة ليأكلها، خرج الإمام النورسي حمل بيده اليسرى نعليه، ثم بدأ يمشي، وأهل القرية الأفراد الذين كانوا يعيشون هنا ينظرون إليه يمشي في الطين، ولكن يردد: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فأقبل إلى الله بخشوع وطلب المدد وسكينة، وعاش من أجل قضية، ألف الرسائل وبدأ يكتب من أجل أن يحيي الإيمان. وها هي القرية تسمى بقرية الإمام النورسي، وها هي القلوب اليوم من 100 الدول ومن 1000 الأماكن تدعو له، لأن رسائله، كلماته، لأن ألفاظه، لأن ما سطره قلمه كان يخرج بصدق مرتبط من الأرض بالسماء الذي هو الله تبارك وتعالى، فأحيا القلوب بوابل المطر، بوابل الإيمان، بوابل الرحمة. فرحمة الله تعالى على الإمام النورسي رحمة واسعة.
حياك الله شيخ. حياكم الله. الله يحفظك ويسلمك. الله يحفظك. لو استقبلت من أمريكا ما استدبرت، ماذا ستراجع من حياتك العلمية المهنية؟ أقول من غير تحسر ولا اعتراض على قدر الله، لو استقبلت من أمري ما استدبرت، طب أكرمنا الله سبحانه وتعالى بخدمة كتاب الله وخدمة أهل القرآن، يعني أكرمنا الله بأنه أجزنا بالقراءات العشر الصغرى والكبرى والشاذة، وقمنا ندرس هذا العلم الحمد لله بفضل الله ومنته، لكن كنت أمنح الإجازة بالقراءة نظرا، فأقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت لاشترطت الحفظ على منح الإجازة، والذي لم يحفظ يعني كان من الممكن أن أعطيه أمنحه شهادة لا إجازة، فرق، لأن الإجازة يكون موصول السند برسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العزة تبارك وتعالى، وأيما شرف. يقول سيدنا الشافعي سيدنا الإمام الشاطبي رحمة الله عليه، يعني هنيئا مريئا عن قارئ القرآن والذي يختم القرآن وأهل القرآن، هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى، فما ظنكم بالنجل عند جزائه، أولئك أهل الله والصفوة الملا. جميل جدا. شيخ، على مستوى السفر والرحلات يبدو أنك أيضا عندك شيء في هذا الجانب. نعم، اللهم صل على سيدنا محمد. يعني انشغلنا الآن، أيضا أقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني الآن انشغلنا بالتدريس في الكلية وبالتدريس في الجامع صباح مساء، وكأننا مقيدين، كأننا مقيدين. فلو استقبلت ما استدبرت لأكثرت من السياحة والسفر في وقت الشباب، في وقت الفراغ، لأنه الإنسان كلما يسيح يعني يطلع ويكون على الاجتماعيات وعلى الموروثات وعلى التعاليم وعلى الدروس والمناهج الموجودة، فيتسع أفقه جدا. يعني ورحمة الله على سيدنا الشافعي حين يقول إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن ساح طاب وإن لم يجري لم يطبه، والأسد لولا فراق الغاب ما افترست، والسهم لولا فراق القوس لم يصبه. جميل. في بالك بلدان تحب زيارتها أو أماكن في بلدان معينة؟ نعم نعم، في البال من الدول الإسلامية، يعني من الدول الإسلامية، يعني أتمنى، لم أزر مصر لحد الآن، أود زيارة المغرب، أود زيارة موريتانيا واللقاء بعلمائها، لأن لهم الهمة في الحفظ ما شاء الله، والإقباء وحفظ المتون وأشعار العرب، لأنه يعني هذا الحفظ يا سيدي، ومهما وإن كان الحفظ من الصغار فهو أثبت وأتقن. نعم الصغير، فنصيحتي أنه الصغير يحفظ وإن لم يدرك المعنى، لأن قوة الحفظ عند الصغير له قابلية قوية جدا، لكن لا يدرك المعنى. لكن إن طال العمر بالإنسان نعم تنفتح عنده هذه الآفاق فيدرك المعاني، لكن قوة الحفظ يقل عنده. في موريتانيا أعتقد عندهم هذا الأمر من الصغر، حافظ ما شاء الله من الصغر، يشترطون بل يلومون الأب والأم إن بلغ الطالب تجاوز السادسة أو الثامنة من العمر ولم يحفظ القرآن. ليس التنافس بينهم على حفظ القرآن، هذا أمر مفروغ منه، إنما التنافس واللقاءات في المهرجانات والمنتديات، التنافس ليس على حفظ القرآن. الذي يحفظ القرآن هم النساء في البيوت، إنما التنافس على حفظ الأشعار، على حفظ المتون. يعني أذكر أحدهم يحفظ 28,000 بيت من أشعار العرب، وآخر يرجعون، يعني يذكرنا هذه، يعني اللهم صل على سيدنا، من إحدى الأسباب لما كانت العرب أمة أمية، ما سبب أن العرب أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب؟ من الأسباب ذكر لنا أحد الأساتذة في مرحلة الماجستير رضي الله عنه، قال لكانوا أصحاب واعية، كانوا يسمعون، كان ما يسمى بالراوية، أناس يلقبون بالراوية، هذا الراوية لما يلقي الشعراء أشعارهم يحفظها
من ألف بيت يحفظها من سماع واحد مرة واحدة، ثم يطير بهذا الشعر إلى الملوك والرؤساء، يقول قال الشاعر الفلاني ويلقي القصيدة ألف بيت، فيعني يمنحونه الذهب والأموال. أنا ستنا شيخ أحمد، جزاك الله خير، الله يرضى عنك إن شاء الله ويحقق أمانيك جميعا بإذن الله. أجمعين. تسلم. الشيخ عبد الغفور عمي رحمة الله عليه كانت عنده بديهية في الشعر جميلة جدا، يعني هو جالس ينظم الشعر، فيوم الأيام يقول جاءني من علماء بغداد، هو كان في الزعفرانية أول شيء في الشطرة وبعدين بالزعفرانية يعرف الشيخ عبد الرحمن، فيقول جاءني أهل المشايخ قال لي شيخ إيش رأيك يعني نجيب كباب وعشب وشاي وسمك، قال له إي والله أنا أكيف والله، قل والله فوتنا بغرفة جاب عشب والله وشعل النار، يقول عيوني دمعت بس دخان، يقول الظهر هذا ناصب علي، يقول والله أدور عليه ولا أنت وينك، يقول بيني وبين الدخان، يقول أثاري هذا منهزم، قل زمت الورقة له أضرمت يا شيخنا نارا بأشواكي من حرها عرقي كالمدمع الباكي، فلا شواء عليها رد شهوتنا من لحم طير ولا من لحم أسماكي، والشاي يعوزها والشاي بهجتها لا سيما نحن شراب تنباكي، يقول ذبيته ونهزمت. في ثمانينات القرن الماضي كنا طلاب في العظمية ومعنا دكتور سمير البرزنشي، نعم نعم، من الطرائف كان عندنا قسم الداخلي ثلاث طوابق، الطابق الأرضي مطعم، والطابق الثاني أكو عندنا غرفة مخزن، يعني خلون المواد الغذائية وخاصة البيض. يوم الأيام أن أحد الطلاب الطيبين فجاء ما لقى مسؤول القسم الداخلي، فكتب ورقة ضع لنا بيضا، ضع لنا بيضا، وإذا قدر الله سبحانه وتعالى جاء دكتور عبد الرزاق السعدي وأبو اللغة، أبو اللغة شال الورقة، يا من هذا كاتبه ضع لنا بيضا؟ ليش أبو القسم الداخلي هذا دجاج وما دجاج يضع لنا بيضا؟ نعم حقيقة أكو قرية يعني الناس على أميتها وعلى جهلها قسم منهم يصلون، فجاهم رجل شوية لابس ملابس زينة وكذا بس لا يحسن لا صلاة ولا يحسن شيء، فقدموا إمام، قدموا إمام تفضل صلي بينا، قالهم أنا ما أدري راد اعتذر ما قبلوا، دفعوا فصلى بيهم، صلى بيهم الركعة الأولى السجدة الأولى نهض بعد الرفع من السجود، باوا حيش لأنهم بعدهم رفعوا من السجود، فهو السجدة الثانية سجد لكن ما عرف شون يرفع رأس النوب من السجود وين يروح شو يسوي، فأطال بالسجود مالته وهم أطالوا، بس هو باوع وإذا هذا كلهم ساجدين ما حد رفع رأسه، فهو قام أتخلص أحسن شان يملص تركهم ساجدين وطلع، هذولا ظلوا ساجدين شون يرفعوا رؤوسهم، أخيرا طالت عليهم شغلة رفعوا رؤوسهم، كان يقول لهم أبا واحد منهم ترى هذا الخضرة محمد صلى بيكم ونهزم ترى انت شنو ظلت ساجدين هذا الخضرة محمد. الدعوة إلى الله تحتاج إلى مكان آمن، فإذا كان الأمان انساحت الدعوة إلى الله تعالى وزحف الإسلام في كل مكان، هذا مما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى التفكير جديا في موضوع الهجرة، فبعد أن آمن مجموعة من أهل المدينة المنورة التي كانت تسمى يثرب، فهذه الأيام الكريمة بدأت في اليوم الثاني من شهر ربيع الأول 13 سنة من البعثة النبوية الشريفة،
وعلى ما ضبطها المحققون تحديدا كانت في 20 أيلول عام 622 للميلاد، واستغرقت 10 أيام، 3 أيام باتوا فيها في غار ثور سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفيقه سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ووصلوا إلى المدينة المنورة 12 ليلة خلت من شهر ربيع الأول. واتخذ دليلا رغم كونه مشركا إلا أنه كان أمينا وكان كفوءا جدا وعارفا بالطرقات، واتخذ من يرعى الغنم ليصل ليمحو الآثار من هذا، واتخذ الحركة باتجاه غار حراء الذي هو باتجاه اليمن حتى يعني لا يجعلهم ينتبهون هم قد يتوجهون إلى المدينة، فهو توجه بالجنوب. أنا شخصيا ما غبطت الصديق وما غبطت إنسانا إلا على هذه الحالة. فتأمل أخي، الرسول صلى الله عليه وسلم يضع رأسه على فخذك ثم ينام، أنت تنظر إليه تستنشق عبيرة، هنيئا له الصديق. في أثناء هذا الموقف وسيدنا الصديق ساكن لا يريد أن يتحرك، خرجت من جحر أفعى فرأها سيدنا الصديق فدفع بقدمه عليها. هذه أين ومتى؟ هذه الصورة في جامع النور الكبير حيث أنا إمام وخطيب في هذا الجامع، مع في كركوك، في كركوك مع شيخي الشيخ عبد اللطيف خليل خضر الصوفي والذي قرأت عليه القرآن الكريم ختمة كاملة بالقراءات العشر المتواترة الصغرى والكبرى. فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. هذه الآية وكأنها تمتلك لغة خاصة تخاطب الوضع المعاصر، يعني مثلا يا أيها الناس قد جاءكم، قد حرف تحقيق تحقق ما مضى، قد جاءكم الرسول معرف وهو محمد صلى الله عليه وسلم. هنا نحن نطبع مصحف بخط معين، مصحفنا هو بخط أحمد خسرو أفندي، وكما عرفتم أن أحمد خسرو أفندي هو خليفة إمام النورسي في دعوة رسائل النور. بالقلوب تجمعت في الملتقى وتحدثت في خدمة الإسلام، تعلم بأننا يا أخي لبعضنا فلننسى ما قد مر من أعوام في الملتقى، في الملتقى ولرب نازلة يضيق لها الفتى فرعا وعند الله منها المخرج، فقد فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج في الملتقى، في الملتقى.